امبارح وزارة التموين أعلنت عن مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، وقالت إنه دلوقتي في المراحل التجريبية ليه، وهيتم تعميم المشروع بعد كده. خلونا نعرف التفاصيل أكتر من الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب. صباح الخير عليك يا دكتور، ولو تطمنا يعني كل الستات من امبارح إيديها على قلبها ومش فاهمة، طب الذهب القديم اللي معانا هنعمل فيه إيه؟ صباح الخير اولا. لا، دمغ المشغولات بالليزر خطوه ايجابيه جدا وتطور مطلوب، لان الدمغ بالطريقه التقليديه كان بيشوه المشغول، بالاضافه ان ممكن بيبقى فيه ناحيه ممكن تقليد. اما الدمغ بالليزر تقليد الدمغه حضرتك تقصد التقليديه، لكن الدمغه بالليزر مش هيكون فيها تقليد. الليزر امنه تماما، نسبه الغش فيها تقريبا هتبقى منعدمه، لا يوجد اي تشوه لاي مشغولات، والعالم كله ده الاتجاه العالمي، ودي خطوه رائده من معالي وزير التموين ان احنا لازم تطوير صناعه الذهب في مصر، لان الذهب مش سلعه كماليه، الذهب صناعه، وصناعه فرق اقتصاد بالنسبه للافراد وبالنسبه للدول ايضا. طب يا دكتور، ده على الذهب الجديد اللي هنشتريه، القديم هيتم فيه ايه؟ يعني هل هنروح الدمغه مفتوحه، اي حد يحب يراجع أو يراجع يعيد دمغ هذه المشغولات الدمغات الجديدة، لا توجد أي مشكلة، والمصلحة فاتحة أبوابها في جميع أنحاء الجمهورية لأي حد يحب يراجع أي مشغولات. طيب دكتور، عاوزين نعرف الآلية اللي بيتم بيها بقى تطبيق الدمغة دي تحديدا، يعني هل هتستغرق أيام؟ هل هيكون يعني لحظي بيتم دمغها بيه الدمغة الجديدة الليزر؟ حضرتك احنا ما زلنا في المرحله التجريبيه، فتره قليله قادمه هتبتدي التنفيذ. نعم. على العموم، ولا دمغها ما بياخدش وقت خالص، بالعكس هي بالليزر وتقرا ايضا باجهزه حديثه، فهي بعيده امنه تماما وبعيده عن اي متناول اي حد يريد العبث باي شيء. طيب انا مواطن معايا ذهب وما رحتش عملت الدمغه الجديده الليزر، ايه اللي ممكن يحصل لي؟ لا، الذهب اللي معاك ذهب، يعني هو الذهب اللي معاك افرض انه مدموغ بدمغه حكوميه سليمه اللي هي بالاختام التقليديه، فهو ذهب ويباع ويشترى ولا يوجد اي مشكله فيه. يعني بالعكس، احنا بناخد خطوه للامام، لكن مش معنى كده ان الدمغات، لا، الدمغات معتمده و سليمه والذهب يباع ويشترى. طيب ولا دكتور، معلش انا اسف، ايه الفرق هنا؟ يعني الناس اللي معاها الذهب القديم والذهب، هل هيبقى في حاجه اسمها ذهب قديم وذهب جديد؟ لا، وليه لا لا وليه هنجمع القديم وندمغه بالليزر؟ لا 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 لا، انت حضرتك عايز تطمن على اي مشغول، ده ممكن تراجعه في مصلحه الدمغه والموازين. اما ان انت كذهب فهو ده ذهب وده ذهب. يعني مفيش اجبار يا دكتور على انه الناس تروح تدمغ الدهب القديم الموجود عندها؟ لا 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 لا، ومفيش فرق في الاسعار برضو عشان الناس عايز تطمن، مش هيكون في فرق في الاسعار اطلاقا يا فندم. انت حضرتك عايزه تراجع اي مشغول، فبمنتهى السهوله بتتوجه للمصلحه والمصلحه بترجعه لك، ولا توجد ادنى مشكله. نعم. طيب عايز حضرتك تكلمنا برضو عن دور وزاره الاتصالات في الموضوع، لانه كان في اخبار امبارح عن انه في تعاون مع وزاره الاتصالات في مساله الدمغ بالليزر. لان نظام الدمغ الحديث بيخزن كل المعلومات عن المشغول، تاريخ صنعه، عياره، تاريخ دمغته، فكل المعلومات دي بتتخزن على هوست، نظام تخزين معلومات قوي جدا جدا، بحيث لما انت تحب تراجع اي مشغول تجديها بمنتهى السهوله. نعم. طيب عاوزين بقى نعرف بالنسبه لمشاكل سوق الذهب في مصر، ايه الجديد اللي بيحصل فيها علشان يتم الارتقاء يعني هذا السوق اللي بيضم عدد كبير من العماله في الحقيقه؟ اولا سوق الذهب، انا دايما اقول الذهب هي صناعه الذهب، لان الذهب صناعه قوميه وصناعه استراتيجيه وللدوله، لان طبعا احنا عارفين ان الدول اللي اقتصادها قوي ده بيبقى عندها احتياط استراتيجي قوي من الذهب. نعم. فكل ما زاد الاحتياط الاستراتيجي، كل ونجد ان اكبر الدول هي الولايات المتحده الامريكيه باحتياط استراتيجي حوالي 83,000 طن. احنا مصر اخذين في زياده الاحتياط الاستراتيجي الذي قارب حوالي 80 طن حاليا. نعم. وده طبعا بيدي قوه للاقتصاد القومي، وصناعه الذهب من العواميد الاساسيه للاقتصاد للافراد وايضا للدول. فالافراد الذهب هو مخزون قيمه قوي جدا،
واسعاره دايما بتزيد حوالي سنويا من 20 ل 25%. والذهب لو قعد مليون سنه هو ذهب. كان في يعني توجيه من السيد الرئيس ب يعني بنتكلم في فكره اعاده احياء اسواق الذهب مره اخرى، ايه الجديد اللي حصل فيها؟ طبعا فخامه السيد الرئيس وجه بشيء عظيم جدا وهو انشاء مدينه للذهب. صحيح. وده يعني انجاز يعتبر ورؤيه ثاقبه جدا جدا، وبيتم ايضا في هذه الايام انشاء اول مصفاه لتكرير الذهب في مرسى علم. ولتكرير ايه المخطط للمدينه دي يا دكتور؟ ايه الجديد او المستهدف منها؟ المدينه دي ستكون مدينه عالميه لتجاره وتصنيع الذهب، وستكون فيها جميع انواع الشركات، وفي ملتقى طرق نستفيد من شبكات الطرق العظيمه جدا التي انشئت، وستكون فيها كل الانواع، معارض عالميه، معارض مصريه، مصانع مصريه وعالميه. وستكون مكانها هيكون فين يا دكتور؟ مكانها بالقرب من العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه الجديده. ده هيبقى زي تجمع لكل محال بقى ومصانع والعاملين في مجال الذهب بشكل عام. اكيد طبعا هيبقى فرصه رائعه جدا، وهتدي نقله قويه جدا لصناعه الذهب في مصر. طيب يا دكتور، في بلاد معينه الذهب بتاعها معترف به عالميا، احنا قريبين من ده ولا احنا فين من ده؟ ما احنا حضرتك انشاء اول المصفى ديت بيديني ذهب اللي هو بنقول عليه فاين بيور جولد، اللي هو اربع ساعات، اللي هو الذهب البندقي، وبتتختم بختم معتمد عالميا. والذهب دايما انا بقول هو السلعه العالميه الوحيده المعترف بها في جميع انحاء العالم. صحيح. انت حضرتك لو معاكي ذهب في اي حته في العالم هو ده، انت معاكي سيوله. هو تفر في انهي دوله، مش يعني حط اي دوله في العالم، فالذهب اقتصاد افراد، اقتصاد دوله، والعنايه به من سياده الرئيس يعني مطلوبه جدا جدا. والى الامام طبعا، ونتطلع الى المزيد وانشاء مزيد من الشركات، لان ده بيدعم بقوه الاقتصاد القومي. صحيح. دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التمويل لصناعه الذهب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.